السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ألتقيكم في حلقة جديدة من توصيات. هاي الحلقة اليوم تخص شريحة كبيرة من أبناء الشعب العراقي. ماكو بيت ما بهاي الشريحة إلا ما ندر طبعا. هاي الشريحة للأسف دفعت ولا تزال تدفع ولربما ستبقى تدفع ثمن أخطاء ما إلها أي ذنب بيها. قصة اليوم راح تلخص لكم معاناة هاي الشريحة وتعرفكم بيها بشكل جيد. خلونا نروح إلى قصة اليوم ونرجع لكم مشاهدين الكرام. سنة 2019 ما كانت سنة عادية مثل ما تصورنا. عبالنا راح نروح بشهر العاشر لمدارسنا، ولكن هذا ما صار بشكل طبيعي. كنا كل ما نروح لمدارسنا نسمع صوت براسنا يقول نريد وطن، وعلم والله علم أبو التكتك علم. ركضنا ساحة التحرير وباقي الساحات بالمحافظات، وليد وبنات، وعفنا كل شيء. وهناك لقينا قسم من مدرسينا ومدرساتنا يتظاهرون ويانا. عبالنا يوم ويومين وتفض السالفة ونرجع لمدارسنا، بس هذا ما صار. اللي صار النوب أسوأ وأمر، اجتنا كورونا وقامت تحصد بينا حصد، وشرب لقينا نفسنا مطلوبين امتحانات. اظهرنا ورفضنا الامتحانات، بس تالي ما تالي ما حس ما كلامنا. وهسه العام الدراسي الفات ليه هسه بعده ما خلص، وحارين برواحتنا شلون راح نعبر هذا العام. وبنفس الوقت نسأل، وهذا من حقنا، العام الدراسي الجاي اللي راح يبدي خلال أسابيع قليلة هم راح يروح من ندينا لو شلون؟ وزارة التربية ولجنة التربية النيابية هم حايرين مثلنا، لأن مثل ما الكل يعرف لا عندنا مدارس اللي تقدر تستوعبنا بدون ما نصير تحت خطر كورونا، ولا عندنا مثل العالم والناس انترنت عالي الجودة حتى نتجه للتعليم الإلكتروني مثل باقي الدول والعالم. زين، حتى لو باع أهلنا لوراهم والقدامهم وجابوا لنا مدرسين خصوصيين لو بالمعاهد الجديدة مع التدريس الخصوصي، من اللي يضمن لنا ما نتمرض بكورونا من وراء هاي المعاهد؟ من اللي يضمن التزامها بالشروط الصحية وهي هي، بدل ما نتمرض بالمدارس اللي ببلاش نتمرض بالمعاهد وفوقها فلوسنا وتعبها لنا؟ إذن محتاجين خبراء من صدق، من أساتذتنا التربويين، من أصحاب الخبرات يقدموننا مقترحات تنقذنا من اللي احنا بيه، وهاي مسؤولية المجتمع والله كريم. هسه عرفتونا احنا منو؟ احنا مجموعة من طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية من الصباحي والمسائي والخارجي، ويانا أهلنا الحائرين بهمنا أكثر من عدنا. ورجعت لكم مشاهدين الكرام مرة ثانية، وشفتوا قصة اليوم اللي عبرت عن معاناة أبنائنا وبناتنا من الطلبة والتلاميذ مع العام الدراسي السابق والعام الدراسي المقبل. هسه العام الدراسي السابق ضاع تقريبا، وضعنا بين حانا ومانا، وضاعت لحايانا بين كتابنا وكتابكم وإجراءاتنا وإجراءاتكم، وكل شيء ماكو. انظلمت شريحة كبيرة من الناس وأولياء الأمور وياهم. حتى نكون جاهزين لننقذ عامنا الدراسي القادم، ونحاول أن ننقذ ما تبقى من العام الدراسي السابق، ينضم معي اثنين من التربويين من العاصمة بغداد، أحدهما الأستاذ رعد الربيعي وهو مدرس لغة إنجليزية من بغداد، وأيضا معي عبر خدمة السكايب الأستاذ طالب الدراجي وهو مشرف تربوي. تحياتنا لضيفينا الكريمين، والبداية خلي تكون من الأستاذ رعد الربيعي. أستاذ رعد الربيعي مساك الله بالخير. اهلا وسهلا. اهلا استاذ حيدر، نشرف. الله يسلمك استاذ رعد. اكو امكانيه ننقذ ابنائنا الطلبه؟ نعم. وعامهم الدراسي الفات والعام الجاي لو هم نضيفهم للخسائر. بدايه استاذ حيدر
نشكر قناة سامرة الموقرة على استضافتهم لنا. نعم. بعد توقف الدراسة أستاذ حيدر. نعم. بعد منتصف العام الدراسي الماضي في الجامعات والمؤسسات التعليمية والمدارس أثر مرض كورونا، جميع محافظات العراق أطلقت وزارتي التربية والتعليم منصات عديدة. نعم. هذه المنصات غرض منها إكمال المناهج المقررة. نعم. وعدم توقف الدراسة. طيب. من خلال تطبيق نظام تعليمي جديد. نعم. هذا النظام التعليمي الجديد في فترة حظر التجوال اللي سميناه التعليم الإلكتروني يسموه إلكترونيك ليرنينج. نعم. التعليم الإلكتروني هذا هو وسيلة وليست غاية، وسيلة من وسائل دعم العملية التربوية وتحويلها من طور التلقين إلى طور الإبداع. نعم. باعتماد الحاسوب. وبظل التوجيهات المنظمة الصحة العالمية وخلية الأزمة واللجنة التربية في مجلس النواب صار لزاما علينا أن استمر الدراسة. ماذا تقصد بتستمر الدراسة أستاذ رعد؟ إلى مميزات وإلى عيوب. ماذا تقصد باستمرار الدراسة؟ ملزمين إحنا هذا العام ملزمين استمرار الدراسة في حالة إن شاء الله، يعني إذا طبقنا نفس ظروف الامتحانات اللي مرينا بها أستاذ حيدر قبل فترة أسبوعين. نعم. كانت ناجحة، أكو تباعد، أكو غرفة تعفير بالبداية. هل شاركت في هذه الامتحانات كمراقب كمصحح صحية أستاذ رعد؟ شاركت في هذه الامتحانات؟ نعم، كمراقب. نعم، أنا شاركت في لجنة الكنترول بالتصحيح. نعم. بالمراقبة أشرفنا عليها، وحتى موجودة صور لأحد المراكز الامتحانية. نعم. يوجد متطوعين معاون طبيب عدد 2 مع غرفة تعفير بالضبط في منطقة الكرخ، إحدى مراكز الامتحانية شفتها. نعم. صديق دزلي صور مرتبة. نعم. وكذلك بالرصافة في كلية التربية الأساسية وكلية التربية من الهيثم، المراكز الامتحانية في دار الاقتصاد بالعظمية. نعم. ماكو إصابة أستاذ حيدر، ما شفنا إصابة. ليش؟ لأن كان التباعد الموجود، كانت القاعة بها مراقبين 2، والقاعة إحدى القاعات من 10 إلى 12 طالب، مو مثل قبل 30 و40 طالب. طيب، يعني أنت تقول أنه بالنسبة للكنترول. نعم. سألتني على التصحيح. نعم. بالتصحيح قبل كنا من نصحح الدفاتر الامتحانية في مراكز الكنترول، وخصوصا في مركز الرصافة، أنا أحكي لك لأن تابع للرصافة. مركز العلمي صارت 3 أشياء، مو قبل مثل أنت كنت تعرف أحياء، العلمي والأدبي. نعم. هسه صارت أحيائي تطبيقي أدبي اللجان التصحيحية. نعم. يعني مركز أدبي في مدرسة المتميزات. نعم. وكانت العملية ناجحة جداً. نعم. ومشت الأمور، ولحد الآن هسه يمكن الاقتصاد يخلصون اليوم لو باكر. يعني أنت تشوف أستاذ رعد ترى أن العام الدراسي، لأن كانت اللجان قلصوها بالقاعة أستاذ حيدر، اللجان قلصوها بال طيب إذا سمحت لي، يعني قبل كانت إذا 6 لجان تصحح، هسه لجنتين تصحح. إذا سمحت لي أستاذ رعد، إذا أنت ترى الصورة بنظرة تفاؤلية. نعم. ترى أنه ممكن أن ننقذ العام الدراسي الفات وننقذ العام الدراسي القادم، مو هذا اللي تتعبر عنه؟ شلون ننقذ أستاذ حيدر؟ نعم. نعم نعم أستاذ حيدر، الدوام ملزم للطلبة بالاعتماد على الدوام الجزئي.
هسه هاي نجيها بعدين المقترحات. خليني انتقل. الدوام يجوز تقسم اليوم. نعم. تقسم اليوم احنا توزيع الطلب. نعم. خليني انتقل. استاذ حيدر بصراحة اقول لك قبل ما تنتقل الاستاذ، الوضع الصحي مقلق لكن مو خطير، ليس خطيرا جدا. يمكن التعامل معه. يمكن التعامل معه. التزام. يعني انت مؤمن بفرضية مناعة القطيع. بالتوجيهات، التزام بالتوجيهات ومتابعتها. يعني انت مؤمن المؤمنين. حالة لابد التعايش معها. من المؤمنين. حالة لابد التعايش معها. انت من المؤمنين بمبدأ مناعة القطيع. جيد. انتقل الى الاستاذ طالب الدراجي. نعم. وهو مشرف تربوي وصاحب رؤية واضحة عن واقعنا التربوي. استاذ طالب، هل بالامكان ان نصف العام الدراسي الفائت بالفاشل ام بالناجح ام بماذا؟ نعم استاذ حيدر، بدءا اقول وقبل الخوض في تفاصيل هذا الموضوع المهم جدا، نعم، اود ان اشكر قناتكم الموقرة على هذه الاستضافة، وارحب ايضا بحضرتك وبضيفك الكريم الاستاذ رعد. نعم. نعم، قبل الحكم على هذا العام الدراسي الفائت كونه فاشل او ناجح، يجب ان نضعه بدءا على طاولة البحث، ونسلط على كل يعني ان نسلط الضوء على كل زاوية من زواياه، لنقف على التفاصيل الاسباب التي ادت الى ما اليه الوضع حاليا. نعم. نعرف احنا بغض النظر عن تفاصيل الواقع المعروف للجميع، سواء كان من ناحية الاقتصادية او من نواحي اخرى اللي ماكو داعي للخوض فيها حاليا، لكن المسألة المهمة هو عندما القى كوفيد 19 بظلاله الرهيبة على كل مفصل من مفاصل العالم، ومن ضمنها قطاع التربية والتعليم في كل دول العالم وعلى وجه الخصوص في العراق، والعراق يعني ليس استثناء من ذلك. نعم. المشكلة الرئيسية من خلال وجهة نظري أنه الكادر التدريسي في العراق والوزارة بشكل عام يعني لم يكونوا مهيئين بشكل كامل للتعايش وللتعاطي معها مع ما حصل. يعني مثلا كان يجب ان توجد هناك يعني بدائل للي حصل، انقطع الدوام لفتره معينه، صار توقف في التدريس، كان هناك تلكؤ لانه يعني اول ما صارت الجائحه في البدايه ما كانت اكو بدائل واضحه. بالتدريج صار مسألة التعاطي مع هذا الأمر وإيجاد حلول مسألة حتمية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. نعم. يعني بما يتعلق بمستقبل أبناء الطلبة. نعم. فنعم نعرف إحنا يعني على المستوى الدولي أنه الكوادر التدريسية في دول العالم خصوصا عندها خبرة فيما يتعلق بالديجيتال ليترسي، يعني محو الأمية الرقمية، يعني نلاحظ أنه المدرس أساسا مستعد ومتدرب تدريب كامل على استخدام مختلف الوسائل للتواصل مع طلابه حتى بعد انتهاء الفصل الدراسي الرسمي. يعني مثلا يبقى هو يتواصل معهم من خلال وسائل تعليمية، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، من خلال بعض التطبيقات مثل واتساب، من خلال يعني تكوين جروبس يعني للتواصل معهم، ارسال الاساينمنتس يعني الواجبات المنزلية، انه ما كنا هيين. اكمل صحيح. بالتدريج يعني اصبح نوع من الدرايه لدى بعض المدرسين، فبداوا بالتواصل مع طلابهم من خلال يعني اللي نعرف احنا واللي تابعناه انه تكوين او بدءا بالتواصل مع المنصات العلميه الرسميه مثلا منصه نيوتن التعليميه، ولو كانت في بداياتها، ولحد الان نحتاج برايي من خلال متابعتي لها انه تحتاج الى تدريب متواصل للكادر التدريسي للتعاطي مع هذه المنصه ومع غيرها من الوسائل التعليميه الرقميه. نعم. طيب يعني انت ترى الدراسي الفائت فاشل.
فاشل أم ناجح؟ يعني بفرق في حضرتك صالح حيدر، احنا ما نقدر نحكم عليه بالفشل والنجاح دون ان ناخذ كل الاعتبارات، هناك عوامل عديده. نعم. يعني انا ما نحكم على نجاح عام دراسي بكل تفاصيله، انا لازم اضع كل هذه الاعتبارات وكل هذه العوامل حتى احكم على انه ناجح او فاشل. عوامل عديده ظافرت على النجاح سواء كانت على النجاح او على الفشل. بشكل عام نستطيع أن نقول أنه إحنا داركنا إلى حد ما واستطعنا أن ننتشل ما يمكن انتشاله من الواقع المرير اللي مرنا به وحصلت الامتحانات وحصلت الامتحانات الوزارية مثلا لنقل على أتم ما يمكن ضمن الحدود الممكنة رغم بعض المصاعب والعقبات اللي واجهت هذه العملية. هل أنت راض عن العملية الامتحانية؟ أستاذ طالب كما عبر الأستاذ رعد عن رضا عن العملية الامتحانية، هل أنت راض عنها؟ نعم أكيد ضمن الحدود الممكنة، نعم راض عنها لأنه بذلت جهود جبارة من خلال إنجاح هذه العملية الامتحانية بتوفير كل مستلزماتها. طيب. وأخذ كل الاحتياطات الصحية اللازمة لتجنيب أبنائنا من خطر الإصابة مثلا بخطر كورونا. نعم طيب خليني أنتقل لأستاذ رعد. أستاذ رعد أنتم كمدرسين هم سبب لكم العام الدراسي الفات وربما حتى العام الجاي إحراجات إزعاجات لو البلاء وقع بس على الطالب أو ولي أمره؟ أكيد هو الـ مسألة الدوام اللي حدد وتأثرنا به الفيروس كورونا مو بس الطالب أيضا المعلم والمدرس المجتمع كله جميع أنحاء العالم تأثير فيروس كورونا أثر بشكل مباشر يعني على العملية التعليمية في المؤسسات في الجامعات في الأعمال أكيد وليس فقط الطالب يعني بالنسبة أولا صح إحنا قاعدين بالبيت وخليك بالبيت رفعنا شعار والطالب همين لكن العملية التربوية ضروري ضروري استمرار العملية التربوية لأن مسألة الدوام وتأثير الفيروس مرتبط هذا مرتبط بيش بالظرف الصحي للبلد بشكل عام لا يمكن أستاذ حيدر لا يمكن أن يكون دوام في العام المقبل العام الدراسي ما ينجح وهناك خطر على الطلبة لكن مثل ما تفضل أستاذ طالب يعني إحنا أكو أشياء خطر على الطلبة في حالة يعني الفيروس إذا تطور وصار أخطر من الـ الفترة الماضية راح يكون خطر على الطالب همين العملية ما راح يكون أكو تعليم بالنسبة لأنها لكن أكو سؤال أستاذ حيدر ينطرح هل سيعتمد التعليم الإلكتروني في 2020-2021 مع استمرار الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا؟ والله هذا السؤال يجب أن نوجه لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب نعم ومنظمة الصحة العالمية أي طبعا ومنظمة الصحة العالمية وخلية الأزمة هذه كلها تطرحها المواطنين نفسهم يسألون يتساءلون المواطنين مدى قدرة شنو إمكانية الجهات والمؤسسات في تطبيق هذا النظام الجديد اللي قلت لك عليه نظام جديد التعليمي اللي هو إلكترونيك ليرنينج استاذ رعد في مزايا وبعيوب استاذ رعد نعم. مو بس الذول يتساءلون نعم احنا هم نتساءل نقول هل الطالب يعني قادر على أن يستوعب عبر الإلكتروني؟ يعني طالب طول عمره متعود على صف وصبورة شو راح يتعامل الإلكتروني برأيك؟ أستاذ حيدر هذا مقارنة بين التعليم الحضوري اللي تراديشنال ليرنينج نعم تراديشنال ليرنينج التعليم التقليدي اللي هو بالصف وجها لوجه ومحور التدريس يكون المعلم نعم ثلاث محاور في التعليم الحضوري
نعم اللي من عدة قرون هذا كنا يعني المهم المعلم والمتعلم الطالب والكتاب. التعليم الإلكتروني أهم شيء عندك بنية تحتية جيدة، ما نصور عندنا بنية تحتية، البنية التحتية من نقصدها شنو؟ خدمة انترنت عندك ممتازة؟ لا سيئة جدا. عندك كهرباء؟ كهرباء كل ساعة تطفل، هذه همينة. زين كادر تدريسي، الكادر التدريسي اللي موجود هل أنت طورته دخلت دورات تدريب؟ يعني هذا الكادر التدريسي وكذلك يعني يكون جاهزية المعلم وخصوصا البيبي بومرز اللي هم كبار السن. وسائل وسائل هذه الوسائل اللي يعني احنا قلنا بالبداية التعليم الإلكتروني هو وسيلة وليس غاية، هذه الوسائل ما متوفرة. دعم الدولة، هل تدعم الدولة هذه الفكرة بصورة صحيحة؟ يعني هذه كلها تحديات كبيرة جدا. نعم جيد. فأنت من سألتني قلت لي أنت متفائل؟ متفائل لأن أنا شفت تجربة الامتحانات وتجربة التصحيح والتباعد. أستاذ رعد يعني نقدر نخلي بالصف وانت تدري انت حضرتك على بختك استاذ رعد بي 40 طالب او 35 طالب. استاذ رعد على بختك. نعم. الامتحانات والتصحيح ليست مقياس، انت تدري اكو مدارس بالحسينيه وغير الحسينيه بيها 70 طالب الصف وصل، يا تباعد. نعم. يا حتى مروحه ماكو، بنك ماكو. نعم. فانت لا يمكن ان نقيس تفاعلك هذا على العام الدراسي، ممكن على الامتحانات اي بس العام الدراسي شلون؟ استاذ حيدر اسمح لي، استاذ حيدر حسب اخر تحديث لجهاز المركزي للاحصاء 800,000 طالب وطالبة في الجامعات و10 ملايين تلميذ على مستوى التعليم الاساسي والابتدائي والثانوي. هذول ثلث الشعب العراقي. الثورة الرقمية اللي موجودة اللي غزت العالم وغزت العراق. نعم. من أجهزة، من موبايل، من لجميع الفئات العمرية. هذه الأجهزة ما تلقاها بالريف، ممكن في مناطق التعبانة، أو ما تلقاها عند الفقراء. إحنا مدارس عندنا، شوف إحنا من الثمانينات ما انبنت عندنا مدارس استاذ حيدر. نعم. الحكومات المتعاقبة عدد السكان العراق من 18 مليون إلى 40 مليون، نفس المدرسة، نفس المنطقة، نفس الطاس ونفس الحمام، وانبنت مؤسسات تعليمية. قولها نفس الطاس ونفس الحمام. المدارس الأهلية. ايه؟ كثرة المعاهد والمدارس الأهلية. ليش؟ نفس الطاس، نفس الحمام، نفس. ليش استاذ رعد؟ الفساد كثر، هذا أهم أسباب الفساد. وحتى المدارس الأهلية بياخذ له بيت كبير ويسوي مدرسة، حتى ما بي الساحة مثل الأواديم الطالب يلعب ياخذ راحته، مجرد مشاريع تجارية. يا ريت المدارس الأهلية، يا ريت انت قلت، يا ريت انت قلت مساحة كبيرة. والله انا اعرف مدارس أهلية 400 متر وحديقة قراج مسوي حديقة، جاب له كاربت اخضر وقال هاي حديقة ولعبوا طوبة. اي 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 هي مجرد باب من ابواب الربح. رقابة دور شو اسمه عموما. هسه احنا هذا موضوع المدارس، وين هم الاشراف التربوي، موضوع المدارس طيب مجال، موضوع المدارس الاهليه ان شاء الله نخصص له حلقه خاصه بهذا الموضوع ان شاء الله استاذ رعد. بينما يجهز عندي اتصال هاتفي مع ساره الحلفي وهي ممثله عن طلبه الخارجي. نعم. خليني اسال استاذ طالب. استاذ طالب انت احد المدربين الافذاذ ممن دربوا المئات من المدرسين، هل بالإمكان أن تقدم لنا مقترح لتدريب الأساتذة للتعامل مع الطلبة وفق المعطيات الجديدة وباء كورونا، لا سيما وأن أستاذ رعد يقول أنه التكنولوجيا الحديثة للتعليم الإلكتروني ممكن ما تكون متاحة لجميع الطلبة وربما حتى جميع المدرسين؟ بالتأكيد أستاذ حيدر، يعني المسألة الأساسية اللي واضحة أنه ما لم يتم تدريب الكادر التدريسي بشكل متكامل على التعامل مع كل هاي الوسائل، وبالتالي بما ينعكس على حتى طلابهم، لا يمكن أنه نخرج نتيجة المرضية. يعني مثلا إحنا يجب أن نضع خطة
لتدريب المدرسين للتعامل مع كل هذه المستجدات. نعم. واحنا يعني خلال مثال عمل مع العمل الاداب المعلمين والتدريب والتطوير التربوي الان في سلطه قبل فتره احنا على تواصل مع الاستاذ عمر الدكتور عمر اللي مسؤول قسم اللغه الانجليزيه في المديريه وضعنا خطه لتدريب اكثر ما يمكن تدريبها من المدرسين على مستوى العراق طبعا. نعم. وهذا البرنامج التدريبي ان شاء الله ستتم المصادقه عفوا عليه من قبل الوزاره للبدء فيه على شكل مراحل. المهم انه يعني تعرفون حضراتكم انه الانسان كموظف كمدرس انا كمدرس مثلا بالاضافه الى التطور الادائي اللي عندي انا كمدرس انا عندي اداء انا عندي مهمه اقوم بها في مدرستي انا ادرس طلابي بنفس الوقت لازم هناك تطور اخر يوازي هاي المهمه يوازي هذا الاداء هو تطور التطويري اللي هم يسموه سي بي دي اوكي نعم. اللي هو التطوير المهني المستمر يعني كمدرس ما ممكن انطي اقصى ما يمكن من معلومه لطلابي ما لم اتدرب بشكل كامل على كل ما يوفر لهم يعني المعلومه بشكل يترسخ في اذهانهم بهذه المناسبه هناك يعني قبل يومين تقريبا دخلنا ورشه عمل اونلاين عبر النت مع جهه معينه تطرقنا يعني الى موضوع مهم جدا يعني اتمنى انه يطبق وهو ممكن تطبيقه لو اخذ على محمل الجد ما يسمى بالبلندد تيشينج بلندد تيشينج يعني التدريس المختلط بمعنى شنو انه انا اتبع مؤسسه تربويه تعليميه اتبع لايصال المعلومه للطالب يعني مثلا اتبع الفيس تو فيس يعني وجها لوجه اللي هو داخل الصف مثلا هذه مهمه جدا طبعا انا الطالب يحتاج الى مرحله الفيس تو فيس وجها لوجه مع المدرس اوكي اتبع بالاضافه الها يعني هذا طبعا تعرفون انتم حضراتكم انا داخل المدرسه داخل الصف انا مقيد بوقت خاصه ما نعرفه من بعض المدارس وبنسبه كبيره جدا انه اكو مدارس ثلاثيه مدارس ثلاثيه ماساه انا اعتبرها لانه ثلاث مدارس في بنايه واحده بحيث يعني اقصى وقت ممكن احصله هو نصف ساعه كافي لطلابه هنا يجي دور البلندد تيشينج اللي يروجونه حاليا على مستوى العالمي انه اني حتى اوسع هاي النصف ساعه اخليها اكثر انه اكلف طلابي من خلال وسائل الحديثه اللي متوفره اللي تقريبا الان في متناول بنسبه معينه في متناول الجميع تقريبا نقدر نقول انه او على الاقل في متناول نسبه لا باس بها اوكي؟ نعم هنا افعل مثلا عفوا مساله التدريس عبر الواتساب عبر بعض التطبيقات مثل ادمودو هذا مهم جدا ايضا عبر الزوم عبر مثلا وسائل اخرى مثل مايكروسوفت تيمز لكن هذا كله يحتاج الى تدريب يعني انا اذا انا المدرس اذا ما اقدر اتعامل ما اقدر ادخل على المايكروسوفت تيمز واعرف تفاصيله شلون راح اقدر مثلا انطي للطالب المعلومه اللي يحتاجها اذا ما اعرف استخدم الزوم بكل تفاصيله مثلا كيفيه مشاركه الشاشه استاذ طالب ايش قد تحتاجون وقت جدا يعني كانه طالب استاذ طالب إذا سمحت لي قد تحتاجون وقت لوصفكم مدربين يعني يفصلنا عن العام الدراسي أيام قليلة هل الوقت كافي لتأهيل جميع مدرسي العراق؟ نعم أستاذ حيدر يعني بصراحة إحنا بعض المدرسين بالنسبة لا بأس المدرسين بدأ يعني أكو مسألة تطوير ذاتي بدأ يتعرف على بعض هذه الوسائل وبدأ فعلا يطبقها نعم. يعني مثلا ممكن هسه ممكن انه مدرس يصور محاضره وينشرها على اليوتيوب نعم يعني يشاركها مع طلابه ممكن انا اعرف يعني انه مدرسين كثيرين الان او كثيرون الان يستخدمون الواتساب يعني يقسمون طلابهم الى جروبس عبر الواتساب ويدزون لهم الاسايمنتس الواجبات البيتيه و
وهناك لاحظت أن هناك تفاعل جيد جدا إلى حد ما من قبل الطالب وله أثر إيجابي. لكن نفس الوقت هناك بعض المؤاخذات أو نقول بعض العقبات في المجال هذا. تفضل. يعني مثلا نعم هناك مسألة الفروق الفردية الـ individual differences اللي تعرف حضرتك أستاذ حيدر. نعم. وكذلك أستاذ رعد أيضا مطلع عليها. الفروق الفردية لازم تؤخذ بنظر الاعتبار. يعني مثلا أنا ممكن للطلاب هم بنفس المستوى من القدرة على التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، مو كل الطلاب مثلا ولا كل المدرسين هم يعني يقدر يتعامل مع الزوم، مع برنامج الزوم مثل ما ذكرت في البداية. كذلك مشاكل تقنية طرق بعضها أستاذ رعد، يعني مثلا ضعف النت أحيانا، يعني إحنا واجهنا هاي المشكلة من خلال بعض ورش العمل اللي حضرناها الوركشوبس. يعني حتى يعني مر علينا يعني ظروف معينة أنه الباوربوينت ما يعرض ما نشوفه بشكل صحيح مثلا، يعني هاي واحدة من الأوبستيكلز. أيضا راح يصير هنا بعض المدرسين ينظر لها على أنها نوع من العبء الإضافي عليه، يعني هو مثلا مهيئ وقته، مهيئ نفسه أنه داخل الصف فقط، من أكلفه بأنه يعني يسوي إكسباندينج للدرس مالته بحيث يبقى يتواصل مع طلابه، يشوف بها نوع من العبء. فهذا كله يحتاج إلى تهيئة أستاذ حيدر. يحتاج إلى تهيئة. أولا تهيئة نفسية لتقبل هذا الوضع الحالي اللي هو الحالي. التعليم عند المدرس طبعا والتعلم عند الطالب ما راح ممكن أنجح. يعني أحفز المدرس على أن يبذل أقصى ما لديه سواء كان من الجانب الإنساني أو من جانب أخرى. أوكي؟ نعم. من باب حرص على طلبته، من أبواب كثيرة بصراحة. نعم. فهنا التدريب مهم جدا، يعني التدريب وتهيئة المدرس والطالب بشكل كامل ضمن الإمكانات المتاحة طبعا مسألة مهمة جدا. طيب. ويجب برأيي أنه يجب العمل عليها خلال فترة قصيرة. يعني حاليا مثل ما ذكرت أنت حضرتك وأنا ذكرت لك لاحقا أنه النسبة لا بأس لها المدرسين يعرفوا طول الاستخدام هذه الوسائل، لكن أنا أحتاج أوسع هذا العدد بما يحقق النتيجة اللي إحنا نبتغيها في هذا المجال. بالحالة أستاذ طالب راح تحتاجون إلى فرق رصد، يعني لرصد المدرسين والمعلمين. نعم. الغير قادرين على التعامل والوسائل التكنولوجية والقادرين على التعامل. هذا راح يصير عبء عليكم، يعني أنتم كمدربين لو أكو جهة أخرى ترصد لكم بوزارة التربية. نعم نعم تسمعني أستاذ طالب؟ أستاذ حيدر بصراحة. نعم نعم أستاذ حيدر نعم بصراحة، يعني ولو إحنا ما نريد يعني نخوض في مجال الشعارات أو كذا، إحنا كتربويين المسؤول المفروض أن تكون عندنا غاية سامية ترقى فوق كل الغايات الأخرى، أنه إحنا عندنا أجيال في مسؤوليتنا على يعني نأخذ على عاتقنا أنه ننفشلهم من الوضع الموجود حالياً. احنا يعني لدينا مهمه انسانيه تربويه قبل كل شيء، قبل كل الاعتبارات الاخرى. يعني ما يعني بالنسبه لي انا رايي الشخصي انه احنا لو مجرد دعم معنوي انه يابا انتم اوكي انتم جاي تشتغلون صح، اذا لكم ما تريدون من امكانيات على الاقل معنويه او على الاقل لوجستيه انه مكان للتدريب، وهذا تقريبا موجود يعني في المدير العام لإعداد التدريب مهيئة هاي الأمور، وحتى مهيئة على مستوى التعليم الإلكتروني يعني اللي هو ديجيتال ليرنينج والديجيتال تيشينج. أستاذ حيدر، فهنا المسألة المهمة ناخذ بنظر الاعتبار مصلحة أبنائنا الطلبة. نعم. في كل خطوة نتخذها. نعم نعم جيد. خلينا مشاهدينا الكرام أطلع وقفة قصيرة وأرجع لكم إن شاء الله مع الأستاذ رعد، خليكم ويانا. رجعت لكم مشاهدينا الكرام وخليني أروح لأستاذ رعد. أستاذ رعد،
تقدر تسوي لي مقارنة بين التعليم الإلكتروني والتعليم الصفي اللي حضرتك أطلقت عليه الحضوري، شنو محاسن وسيئات كل واحد منهم؟ أستاذ حيدر، قبل ما أنطي المقارنة بين التعليم الحضوري اللي هو traditional learning وبين الإلكترونيك ليرنينج، التعليم الإلكتروني، التعليم الإلكتروني هذا النظام التعليم الجديد يمشي مع مستوى وزارة التعليم العالي، مستوى الجامعات، لكن متوسطة والأساسي أنا أتصور ما ينجح. ما ينجح ليش؟ لأن أنا مريت بهاي التجربة، أدرس سادس تدريبية أنت فترة الكورونا، الطلاب والطالبات اتصلوا وقالوا نريد منك تشرح لنا باليوتيوب. نعم. تطوعيا شرحت باليوتيوب على قناتي رعد الربيعي. نعم. وقناة تليجرام استاذ رعد الربيعي أيضا شرحت. كل يونت اشرحها جرامر كومبريهنشن اي شيء، بعدين اسوي لهم كويزات وانزل الاسئله بالبي دي اف، وهم كل طالب راح يدز لي الاجوبه مالتهم. نعم. فكان همين محاضرات مع اختبارات وتماشيت وياهم. ليش؟ لان انا عندي خلفيه مثل ما تفضل استاذ طالب، اكو بعض المدرسين عندهم خلفيه بالمايكروسوفت، بالتعامل بأجهزة الكمبيوتر الحاسبة. نعم. عندنا يعني هذا، عندنا هاي الإمكانية كقناة تليجرام، قناة يوتيوب نتعامل بها. بس أكو بعض المدرسين والكادر التدريسي هذا اللي قلت لك عليه ما داخل لا دورة لا تدريب لا تطوير. هاي الراد لها يعني لازم تنجح، هاي هم يراد لها رصيد ويراد تحديات كبيرة أستاذ حيدر. يعني على موضوع اللي سألتني عليه، المقارنة بين التخطيط. أي نعم. النمط التعليم التقليدي الحضوري والنمط الإلكتروني، هذا من حيث الاستراتيجية وطرق التدريس طبعا المبتكرة في المجالات التالية. مثلا نأخذ دور المعلم أولا. نعم. دور المعلم بالحضوري يعني بالتقليدي اللي احنا ندرس به بالصف، أي يكون ناقل المعلومة، لكن بالإلكتروني يكون مخطط ومحفز وموجه وذو خبرة ومهارة. طيب. هاي النقطة الأولى دور المعلم. نعم. النقطة الثانية أستاذ حيدر، دور المتعلم الطالب راح يكون سلبي، يعني متلقي فقط غير مبدع. بينما بالتعليم الجديد الإلكتروني راح يكون إيجابي ويشارك في العملية التربوية. نعم. طيب. يشارك. النقطة الثالثة مهام العمل. مهام العمل يحددها المعلم بالحضوري بالصف، بينما التعليم يكون اختيارها مشترك. طيب. النقطة الرابعة المهمة إدارة الصف على عاتق المعلم بالحضوري. هو يتحكم، هو ضابط الصف، لكن بالتعليم الطلبة كلهم يتشاركون مع بعض في قواعد الضبط والسلوكية. طيب. نقطة الأخرى جلوس الطلبة، جلوس الطلبة بالحضور مقاعد ثابتة، بالتعليم الإلكتروني حرية الحركة. حرية الحركة. يعني سرعة التعلم، اي سرعة التعلم بالحضوري تكون واحدة لكل المتعلمين. لكن اي حسب الفروق الفرد. في التعليم الإلكتروني كل متعلم حسب سرعته الخاصة يعني. طيب. المصادر التعلم في التعليم الحضوري استاذ حيدر هو الكتاب. طيب. الكتاب المقرر. بينما بالتعليم الإلكتروني مصادر متنوعة، انترنت، عندك مكتبة إلكترونية، فيديو، شو إلى آخره. التواصل، نقطة التواصل بالتعليم الحضوري وجها لوجه، المعلم موجود والطلاب وجها لوجه، لكن في التعليم الإلكتروني جميع الاتجاهات تواصل. طيب. النقطة وسائل التعليمية تقليدية بالتعليم الحضوري بس. نعم. اسمح لي. نعم.
تقليدية صبورة ومساحة وخطاط، لكن بالتعليم الإلكتروني متعددة نشوفها. النقطة المهمة جدا والأخيرة في التعليم الحضوري التقويم والتقييم على أساس ورقة الامتحان. نعم. بينما التعليم الإلكتروني يكون تعليم ذاتي، يعني متعدد، مو شرط إلا ورقة امتحان. تقييم الذاتي يكون. صحيح. طيب إذا أنت الذي وضعت هذه المقارنة، أيهما ترجح الأفضل، الإلكتروني أم التقليدي أو الصفي أو الحضوري؟ أرجح الإلكتروني على مستوى الجامعات والمعاهد العليا. المدارس لا، والتعليم الحضور التقليدي يبقى. المدارس المتوسطة والثانوية لا يمكن، كل مدارس العالم، كل العالم بيها تباعد ينجح إلا العراق، لأن تعرف أنت شنو المدارس اللي عندنا وشنو البنية التحتية. البنية التحتية ما عندنا. قبل فترة بتي امتحنت بالهندسة صف أول، انقطعت الكهرباء والنت راح، منين أنا والأستاذ الجامع راح يعيد لها الامتحان؟ يقول أنا شو علي؟ صح، هذا الإلكتروني. صح صح. طيب خليني أنتقل، بنية تحتية ما عندنا، بنية تحتية. خليني أنتقل باعتراضك هذا، كادر تدريسي متطور ما عندنا. طيب خليني أنتقل باعتراضك هذا إلى أستاذ طالب باعتباره من مؤيدين التعليم الإلكتروني. أستاذ طالب، أستاذ رعد يقول التعليم الإلكتروني ما يأكل خبز، شنو رأيك؟ ما ردك عليه؟ نعم أستاذ حيدر. نعم نعم أستاذ حيدر. إذا يسمح لي أستاذ رعد، تعقباً على كلامه. نعم. هو طبعاً نعرف، الكل يعرف أنه لكل مسألة إيجابياتها وسلبياتها طبعاً، أكيد. نعم. لكل قضية موجودة في حياتنا اليومية، سواء حتى هنا تنعكس أيضاً في مجال التعليم، أنه أكو بكل شيء تعلم الإلكتروني إلى إيجابياته وإلى سلبياته بالتأكيد. من السلبيات اللي لاحظناها مثلاً مسألة الغش أثناء الامتحان الإلكتروني، يعني مثلاً طلاب واحد يتراسل مع الآخر، ممكن يتعاوننا على الحلول، فهنا ما يكون الامتحان رصين، يعني حققنا الغرض من عنده. هذا واحدة من السلبيات. واحدة من السلبيات أيضا أنه ذكرنا أنه مو كل الطلاب هم قادرين على التعامل مع هذا النوع من التعليم الإلكتروني، ولا كل المدرسين هم جادين في التعامل معه. لكن إذا رجحنا إحدى الكفتين، يعني كفة الإيجابيات وكفة السلبيات، التعليم الإلكتروني لو طبق ضمن معيار أو ضمن معايير معينة، ضمن مفهوم البلندد تيتشنج، هنا عفوا أريد أوضح هاي المسألة. هنا صورة هم مصورين التدريس كأنه الخلاط مال العصير. هذا الخلاط يوضع به عدة ingredients، مواد، يعني هنا يعني يصور مثلا الفيسبوك، الواتساب، الفيس تو فيس، هاي الوسائل كلها يوضعها داخل هذا الخلاط ويخرج لنا خلينا نقول عصير متجانس. هذا هي الوصفة، خلينا نقول العلمية الصحيحة المناسبة. ليش؟ هنا راح يصير احنا استخدمنا الفيس تو فيس ليرنينج او تيتشينج، يعني استخدمنا صبورة أنا عندي كمدرس أشرح للطلاب، بعدين أبقى أتواصل مع طلابي داخل البيت، يعني هم في منازلهم أنطيهم واجبات، يعني تمارين يحلوها بالبيت. هنا حققنا مسألة مهمة جدا، يعني تؤيدها أو أثبتت الكثير من الدراسات، وأصلا منهج اللغة الإنجليزية الحديث مبني عليها هو مسألة تعدد المصادر. يعني الطالب من يصير عند أكثر من مصدر للتعلم، راح تنتقل عند المعلومة من الذاكرة القصيرة الأمد إلى الذاكرة طويلة الأمد، يعني تصير مهارة. يعني أنا المعلومة اللي أنطي هي تصير تتحول من مجرد كلمات، من مجرد تلقين، إلى مهارة في ممكن أن تظهر في سلوكه. هنا يقودنا هذا إلى مسألة أخرى. إحنا الكل معروف أنه حاليا النظام التعليمي وحتى نظام الأسئلة تقريبا وبنسبة كبيرة مبني على التلقين. يعني أنا وصلنا مرحلة بسبب
نوع الاسئله الوزاريه مثلا، طبيعه الاسئله الوزاريه، وصل المدرس مرحله انه يعني الطالب، لان الطالب هدف النجاح فقط مهما كانت الوسائل، يعني صار المدرس ينطي قلابه، هذا مهم هذا مو مهم، اذا تشوف كذا بالورقه انت سوي كذا الى اخره، ما صار عندنا تعلم حقيقي. طيب. يعني عمليه تعلم حقيقيه ماكو، لذلك طيب. يعني هذه يعبر عنها المختصين الانجليز في هذا المجال، هاي يسموها طريقه الجج ماج، يعني طريقه الدولكه والقدح. يعني المدرس هو اللي يمثل دور الدولكه، خلينا نقول اللي هو اللي يمثل مصدر المعلومه، والطالب هو القدح، دور القدح. المدرس طيب. مجرد انه يصب في ذهن الطالب المعلومات واللي دور الطالب يصبها وين بالورقه. نعم الأستاذ طالب الدراجي، يعني الوقت للأسف لم يسعفنا أن نكمل معك. نعم كنا نتمنى أن نستمر معك وقت أطول للحديث عن هذا الموضوع. شاكر انضمامك إلينا عبر خدمة سكايب، شكرا جزيلا لك أستاذ طالب. شكرا جزيلا أستاذ حيدر، بارك الله. أيضا شكري إلى الأستاذ رعد الربيعي، الأستاذ الفاضل الذي شرفنا في بغداد، في مكتبنا في بغداد. أستاذ رعد شكرا جزيلا أيضا لحضورك. شكرا أستاذ حيدر، وشكرا قناة سامرة، وإن شاء الله نحو التقدم إن شاء الله. إن شاء الله مشاهدين الكرام يحبكم. نعم وقفة قصيرة وأعود إليكم بورقة التوصيات، خليكم ويانا. ورجعت لكم مشاهدين الكرام مع ورقة التوصيات، وديباجتها تقول وموجهة إلى رئيس الوزراء ووزير التربية ورئيس وأعضاء لجنة التربية النيابية، نضع أمامكم هذه التوصيات لإنصاف أبنائكم وبناتكم من الطلبة ولإنقاذ العام الدراسي الفائت والعام الدراسي المقبل، لا سيما وهما يواجهان تحديات كبيرة. التوصيات طبعا أيضا عالجنا بمسألة التوصيات في النقطة أولا وثانيا وثالثا مشكلة الخارجي وطلبة الدراسات المسائية والصباحية. أولا اعتماد نظام المعدل التراكمي لمرحلتي السادس الابتدائي والثالث المتوسط لمن لم ينجح في امتحانات السادس إعدادي لضمان وصولهم للمرحلة الجامعية بسلاسة. ثانيا السماح لطلبة الخارجي بأداء امتحانات الدور الثاني عبر اعتماد نظام الدخول الشامل لهم أسوة بطلبة الدراستين الصباحية والمسائية. ثالثا اعتماد نظام العبور والتحميل لطلبة المراحل غير المنتهية لضمان عبورهم لمرحلة لاحقة وامتحانهم لاحقا في المواد التي تم تحميلها خلال العام الدراسي الجديد. النقطة رابعا اعتماد مبدأ الساعات والأيام المعينة للتعليم الصفي لتقليل عدد الطلبة في الصفوف واستغلال القاعات الكبيرة لذلك في المساجد في الأماكن العامة الأخرى حتى نسهل هذه العملية. خامسا وأخيرا تبسيط آليات التعليم الإلكتروني والتلفزيوني لضمان وصول المادة الدراسية للطالب بمنتهى السلاسة، ولكم فائق الشكر والتقدير أسرة برنامج توصيات. أتمنى من كل قلبي مشاهدينا الكرام أن نجد آذانا صاغية لدى المسؤولين الذين قدمنا لهم هذه التوصيات في سبيل إنقاذ طلبتنا ومصيرهم. لم يبقى لي مشاهدين الكرام سوى أن أشكر كادر البرنامج الذي كان معي وعلى رأسهم المخرج المبدع محمد النداوي، وهذه تحياتي أنا حيدر حسين علي معد ومقدم البرنامج، وألتقيكم على الخير والمحبة إن شاء الله في حلقات قادمة من توصيات. سلام عليكم.